بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بسم الله وهنبدا نشتغل في شيش طاووق. اول حاجه يلا المكونات بتاعته. المكونات بتاعتنا معانا طبعا نص كيلو صدور فراخ، حلو، نص صدور، ومعانا طبعا فلفل الوان فلفل احمر واخضر واصفر، ومعانا طماطم، معانا بصل، معانا المارينيه عباره عن ثوم، خل، ليمون، ملح، ممكن نديله زبادي لو اتعمل على الفحم. حلو قوي، يلا بينا نقول بسم الله. استاذ اشرف مخرجنا الجميل بصوا منزل لنا التفاصيل ومروق علينا برضه الواحد يشتغل مع مخرجين خبره كده بتفرق طبعا. نبدا جبنا طبعا الفراخ بتاعتنا نبدا فيها. حلو، يبقى نحط الماده الدهنيه بس عشان تبدا نعمل لها الايه الصدمه الحراريه بتاعتنا. يلا بينا. حطينا الملح، حطينا الفلفل الاسود، حطينا الجنزبيل، حلو، معانا خل ومعانا ليمون. اوكي، دي طبعا اسرع تتبيله انا بحاول اعملها سريع. التتبيله لما تتبات الفراخ في التتبيله بيبقى افضل. اوكي، تمام. بس دي تتبيله هتديني التست المطلوب او الطعم المطلوب بالظبط من غير ما تاخد مني وقت كبير، تبقى سريعه طبعا. اكيد الشيفات برضو ليهم تفاصيلهم يا جماعه. بص على النار بتاعتنا. يلا بينا، هو شغال ما تقلقش. لا تمام، بس احنا نعلي شويه. هو عالي هي اوريدي، هي بتطلع دخان. أوكي. ما تقلقش. تمام، ما تقلقش. ننزل بالثوم بتاعنا كده، بدانا ننزل بالثوم. عملنا طبعا كده الايه التتبيله بتاعتنا دي. تتبيله سريعه جدا. حلو، ونبدا نشيشها. يعني ايه يعني نحطها في الشيش؟ نحطها في الشيش بالظبط كده زي ما حضرتك شايفين كده معانا. اوكي، ممكن هنا جماعه مين، عشان ساعات بحس ان انا مجنونه، مين زيي بيحب الخضار اللي بيتحط في السيخ بتاع الشيش طاووق وبيبقى ليه طعم كده؟ انا بس اللي كده؟ هو جميل جدا بصراحه، هو جميل جدا جدا، وبالاخص حضرتك طبعا ما نقولش حضرتك استاذه ندى، حضرتك لا انا ندى ولا حضرتك لا دكتوره ندى كمان بس بحس انه دكاتره التغذيه دايما يقول لك ايه، حاول تاكل الخضار والفاكهه الخضار المشوي في شكله الطبيعي. تمام، فميزه الشوي ايه؟ انه بيخليه بيحافظ على الفيتامينات والاملاح المعدنيه بتاعته. بالظبط، انت بتاخد فايده الخضار اللي محطوط في السيخ بتاع الشيش طاووق مع انه واخد اللسعه بتاعه الشوي، فانت عامل تويست بين الاثنين، عامل ميكس كده بينهم بالظبط كده، بيبقى جميل جدا. وطبعا زي ما حضرتك شايفه كده احنا بنشيش الشيش طاووق. وفي فكره ممكن نعملها برضو، فكره جديده كده والله جت في دماغي وكنا ممكن هنعملها ونعملها ان شاء الله في حلقه ثانيه ان شاء الله. هو كده طبعا اول حاجه اول شيش تعمل. حلو، تمام. ممكن نحط نستبدل بس اللي هو الفلفل الالوان والحاجات دي، ممكن نحط مكانها مثلا جزر وكوسه اللي هو بتاع الخضار السوتيه، الخضار بقى اللي احنا بنحبه كده. كله حاجات الخضار السوتيه، وبنبدا نشيشها كده زي ما حضرتك شايف. بمناسبه الشيش طاووق، على فكره الشيش طاووق من الحاجات اللي باكلها كتير في الدايت، عشان في ناس بتخش تقول لي طب قولي لنا افكار اكل. طب انا بشوف نفسي انا مش دكتوره عشان اخش اقول للناس كله كذا وبتاع، بس مثلا الشيش طاووق من وجبات لما بيكون عندي مثلا هاكل بروتين حيواني بعد التمرين، الشيش طاووق من الطف الحاجات، لان هو بيتعمل بوراك الفراخ ودي هضمها سهل ولطيف، في نفس الوقت في خضار فبرضه جسمنا هيستفاد من المعادن والحاجات اللي هو محتاجها يوميا، فبشوف ان هو عظيم، طعمه حلو، في فوائد، سهل التحضير جدا، سريع، من الاكلات السريعه فعلا الشيش طاووق، ومن الحاجات الجميله جدا بصراحه. وبعدين عاوز اقول لحضرتك على حاجه برضو، حضرتك اضرب الموضوع ده اكتر، هو افضل حاجه في الاكل ان احنا ناكل حاجه مشويه او حاجه صحيح تكون مسلوقه او مشويه، دي افضل حاجه، افضل طرق التسويات هي دي بتبقى كده. انا المعلومه دي بصراحه خدتها من دكاتره متخصصين، لان انا طول الوقت انا ما بحبش انصح حد بحاجه لان انا مش متخصصه. تمام، لكن ممكن اقول لك الدكتور قال لي ايه، وحضرتك برضو راجع روح لدكتور متخصص، لان كل بني ادم فينا حاله خاصه. أكيد، مش كل حاجه ينفع تنفع معايا تنفع مع الساده المشاهدين. في حاجه اسمها التغذيه العلاجيه. التغذيه العلاجيه دي طبعا بقى كل واحد ليه، يعني مثلا ما ينفعش ندي مريض سكر مثلا ندي له سكريات او نشويات او الكلام ده كله، نديها له بنسبه محدده. معانا بعد الفقره دي اخصائيه تغذيه علاجيه بقى وتغذيه رياضيين ما شاء الله. بس معانا كده، امشوا ورايا والله ما هتندم. تمام، طبعا كده الزيت بتاعنا بدا يسخن كويس جدا. حلو، هو سخن ما تقلقش. هنقول هنقول بسم الله، ندي له الصدمه الحراريه. يلا بينا. اوكي، النار هنا حاسس ان هي مش مساء الفل يا ليلى. مساء النور، ازيكم؟ عامله ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، حضرتك عامله ايه؟ انا مش حضرتك، انا ندى، انا اقول لكم حضرتك، انتوا ما تقولوليش حضرتي. يا ندوش. حبيبتي عامله ايه؟ بقول لك انا في المصيف اهو وبتفرج عليكي برضه. الله، قولي لي بتصيفي فين؟ احنا هنا في مرسى مطروح.
على فكره مرسى مطروح من المحافظات عامل شغل اللي السهل. اللي اسعار الايجارات هناك وكده مش غاليه والميه هناك وحلوة. تجنن ميه رائعه. اه والله جميله. فانا عايزاكي بقى كده بما انك انت جميله والاستاذ اللي معاكي جميل ربنا يخلي حضرتك طيب. حبيبتي الله يخليك تقولي لنا اكلات حلوه كده لطيفه وسريعه نعملها للاطفال بحيث ان هي تعجبهم واحنا في البحر مثلا خرجوا اكلوا حاجات بسيطه سريعه كده وفي نفس الوقت تعوض مثلا الجفاف من الميه والشمس والحاجات. خدي وعد دلوقتي على الهوا من الشيف نبيه ان هو يجي لنا مره يعمل اكل للاطفال يكون سريع التحضير وفي نفس الوقت لونه حلو كده عشان يغري العيال الصغيره وتشوفه زيه زي الكاندز بالظبط كده. تسلمولي تسلمولي حبيبتي حبيبتي يا ليلى نورتينا. طبعا كده عملنا اول حاجه اوكي نبدا بقى كده. في الصنف الثاني عشان نبدأ الوقت في طبعا يلا بينا نبدا في الصنف الثاني. هنشتغل كده مش بس كده نحط الحاجه بتاعتنا يلا بينا تمام. هنعمل الصنف الثاني بتاعنا هنعمل فتت الشاورما عشان يبقى طبق سريع جدا تمام. فتت الشاورما دي اللي هو عيش رز صح كده توميه مثلا المقادير بتاعتها بنعمل الرز بتاعنا الرز الاصفر اللي هو الرز طبعا اللي هو السوري بنعمله بالزعفران او بالكرة او بالكركم معانا طبعا غالي زعفران ايه لا ما احنا بنجيب بودره الزعفران بقى الحاجات ايوه كده ايوه غالي ايه كاري او كركم مفيش مشكله تمام. وطبعا سويناه عشان الوقت بتاعنا وبعد ما بيبرد بنبدا ان احنا نقلب الطبق كده ولا يهمك تمام اوكي لحظه واحده بس كده على مهلك على مهلك ونبدا نجهز الخلطه بتاعته يلا بينا بسم الله. خلي بالك انا مهم عندي قوي ان المخرج لما يدوق الاكل ده يقول ان هو حلو اكيد ماشي اوعدك الاكل ان شاء الله ده هيبقى حاجه اكثر من ان شاء الله تمام. استاذ اشرف لو عجبه الاكل ده يبقى الدنيا في اللايزي يا سلام يا سلام تحت امر تمام. هننزل بملح حلو فلفل اسود عظيم قليل جدا من السمان سماق بالظبط على فكره السماق ده جامد قوي يا جماعه وبيخش في اكلات كتير قوي تمام. السماق ده من الحاجات الكويسه جدا ويعتبر من الحاجات مضاده للاكسده اوكي معلومه يعني. طبعا حضرتك حضر فايده الجنزبيل والحاجات دي الجنزبيل بيعلي طبعا تمام؟ الحرق طبعا وننزل بالقش المحمص بتاعنا زي ما حضرتك شايفه كده تمام. بس اقول شيف ينفع العيش ده يتبدل بالعيش اللي هو السوري العيش التورتيلا اللي هو عيش التورتيلا ده الاصل بتاعه تمام صح كده وننزل كده اوكي زي ما حضرتك شايفه كده نبدا احنا بس نحاول نكبس الايه نكبس الطبق كويس جدا حطينا طبعا شاورما فراخ تحت عظيم ممكن تكون شاورما لحم برضو تمام. كل ما الطبق يتكبس كويس كل ما يبقى افضل وممكن تبقوا تزودوا الفراخ تحت او اللحمه عشان الشيف هنا يكمن هو مش هياكل من الاكله دي حاطط لنا تنتفتين فراخ لا والله احنا بس عشان الوقت بتاعنا التسويه على طول ماشي ماشي يا تمام ماشي انا ممكن انا اقلب دي كده احطها على الوش التاني ممكن حضرتك بس تبص على الطبق بتاعنا يلا بينا يا لسه طبعا شيف يبقى بس على الوش انا معاك ما تقلقش خلينا بس في الطبق اللي هناك تمام يلا بينا شويه كده للتزيين. مساء الفل يا بسنت معلش حضرتك ايه انا بسبوسه عامله ايه؟ عامله ايه يا بسبوسه؟ انت اسمك على اسم بنت خالتي. انا هقول لك يا بسبوسه بحبك قوي يا دوشه والله ربنا يخليك وبحب فكره المطبخ جدا يا حبيبتي ربنا يخليكي. ايه رايك في الاكل السوري النهارده؟ يجنن بجد. بصي امبارح كان اكل صيني النهارده اكل سوري ده مروقه علينا بقى حتى اكل الشارع الكبده والسجق عملناه الاكل الصحي هنفضل نعمل تونه وهنعمل وجبات صحيه خليكي هنا والله ما هتخسري هتخسري دهون بس دي الحاجه الوحيده اللي هتخسريها انا بستنى البرنامج عشان اتفرج عليكي وبالذات الفقره بتاعت المطبخ يعني انا بحبها جدا ربنا يخليكي ربنا يخليكي يا بسنت يا حلوه منورانا ومشرفانا ويعني مش عارف مش قادره اقول لك والله بجد مبسوطه ببسط قوي بالمكالمات دي والله انا والله بحبك جدا حبيبتي سلامي لكل اهل بيتك ولكل الدنيا ماشي يا حبيبي باي باي. ممكن نشتغل في الطبق الثالث برضه كده سريع يلا الطبق الثالث بقى السلطه معانا طبعا سلطه الفتوش المقادير بتاعتنا معانا الخيار معانا الطماطم معانا الفلفل الالوان فلفل اصفر احمر اخضر تمام. حطينا الخيار بتاعنا قطعناه عشان الوقت السريع بتاعنا بتاع البرنامج نزلنا بالفلفل الاخضر نزلنا بالخيار نزلنا بالفلفل الالوان الاحمر والاصفر تمام والطماطم اخواتنا وحبايبنا واساتذتنا اللي في البلاتو اعملوا اللي انتوا عايزينه في الاكل كله الا طبق السلطه اتفقنا عشان دي الحاجه الوحيده اللي هتنوبني 2000 صح وعشرة تمام. ننزل بخل وليمون اوكي ممكن نعمل له حاجه اسمها صوص فينيجريت
عباره عن خل وليمون. هو الصوص بتاع الترتيب. الصوص فينيجريت. صوص فينيجريت هو اسمه كده. اوكي. تمام؟ ماشي مع السلطه البلدي وسلطه الفتوش والحاجات دي. في حاجه اسمها فينيتش دريسنج للسلطات اللي هي سلايز. حلو. وده اللي هي قطع يعني. بالظبط كده. السلايز اللي هي الشرايح. تمام؟ ننزل بقليل جدا من البقدونس. حط لي السماق بقى عشان انا بحب السماق على ال السماق على فكره بتحط على حاجات برضو معينه. انا حطيته طبعا في فتت شاورما ونحط السماق تحتها على الفتوش علشان خاطر عيونك ينفع. ربنا يجبرك. ينفع اي حاجه يجبرك. الله يخليك. الله يحفظك حبيبي يا شيخ. تمام. هنقلبها كويس. حلو. وفي ناس بتحط فيها برضو عيش التورتيه. برضو عيش التورتيلا بيبقى متحمص وتحط على وش على وش الطبق. تمام. الطبق بتاعنا كده جاهز. ننزل بالعيش المحمص. تمام. نديها الجرنش بتاعها. الله عليك. اللي هيلمس الطبق ده هكهرب البوتاجاز. اتفقنا؟ نعمل لحضرتك طبق من جديد. استاذ اشرف الطبق ده اعملها بين ايديك. تمام. ممكن ننزل بس نجرنش الطبق بتاعنا كده بشرايح البصل كده. حلقات البصل تبقى جميله جدا. الله عليك. والله يا جماعه انا اكتشفت. انا زمان طبعا كنت بلهط على طول. اي فرده كاوتش بايظه ببلع. بس اكتشفت ان فعلا مهم قوي ان الواحد عينه تاكل الاول. على فكره انت اللي عرفت تعليه من شويه. انت عرفت تعليه. الله. خلاص كده هو اصلا دخل على السوبر ده. شفت الشيفات يا استاذنا عارف يعلي البتاع ده. انا بحتاس هنا يا شيف. ليه بس؟ مش بعرف عليه. اندهيني بس تحت امر. تمام؟ اوكي. هو كده بس يستوى الشيش طاووق وما شاء الله كده يكون الاطباق بتاعتنا برضو بتكون. طيب على ما يستوي الشيش طاووق وحضرتك تجهز الطبق بتاع البرزنتيشن. عايز اعرف حاجه. ايه مفيش مره كده في شغلك بالتحديد يعني في البيت عاده نقلف كتير عادي. تمام. لكن في شغلك مفيش مره كده جربت تخش كده تلعب تعمل ايتم جديد تحطه في المنيو او حاجه؟ بص حضرتك المطبخ اسمه فن الطهي الفندقي. حلو. ممكن حضرتك تشيل حاجه وتحط حاجه بقى طبق تاني خالص. يعني مثلا عندك اساس مثلا وليكن يعني اساس الصوصات مثلا الصوص البني اساسه مثلا الديمي جلاس. لو حطينا عليه فلفل اسود بس بقى صوص اسمه صوص بوفر او صوص بيبر. اوكي. لو حطينا عليه مثلا مشروم بقى صوص المشروم. يعني كل حاجه ليها اساس. كل ما حضرتك تضيفي حاجه يعني بتبتكري حاجه جديده بتبقى حاجه كويسه. مهم قوي ان احنا ان شاء الله قريب باذن الله لازم يعني نعمل حلقه للصوصات لان الصوصات دي بتتباع جاهزه في السوبر ماركت وغالية. باسعار بصراحة فلكيه. ولما نيجي نبص على الانجريدينتس ورا او المكونات بتاعتها هي كلها حاجات عندنا في المطبخ. بالظبط. ما هيش يعني حاجات معلش يعني مش وبتودي الاكل في حته تانية يا شيف سبحان الله. بالظبط اكيد. يعني حضرتك مثلا الصوص مثلا وليكن انا عامل دلوقتي حالا عامل صوص المايونيز. انا اللي عامله هنا صوص المايونيز. يعني المايونيز ده مش جاهز. لا لا ده انا اللي عامله. انا عامله على فكره من هنا كمان. طب معنى كده بتعمل صفار البيض والزيت وسنه خل كده بسيطه. بس هي الفكره في الضرب بتاعنا ان احنا نضرب في اتجاه واحد. اوكي. خدت بال حضرتك؟ ففي حاجات احنا ممكن نعملها بايدينا بس برضو ميزه ان احنا نعمل الصوصات في البيت غير ان انت ان حضرتك او حضرتك هتوفر فلوس الصوصات دي. بس كمان مثلا لو حضرتك بتعمل حميه غذائيه او بتتبع اي شيء انت المتحكم في الريسبيز او في الـ في الـ في, الـ في النسب او الاوزان بتاعت كل حاجه. يعني مثلا لو انا بعمل دايت وعايزه اعمل مايونيز دايت. تمام. مش عارف مش هحط ايه الحاجات اللي بتتخن في المايونيز. طبعا هو المايونيز من الحاجات اللي بتتخن طبعا. ده هو كله دهون. المايونيز ده حقيقه يعني. ولكن في حاجات ممكن اقللها. ما انا اقول لحضرتك على حاجه. حضرتك من كده لما بتتبع نظام غذائي معين جسم الانسان بيحتاج 1200 كالوريز مثلا. انت حضرتك بتقسميه بقى في النشويات في السكريات في البروتينز في الكربوهيدرات في الدهون في الحاجات دي كده. حضرتك لما يكون عندك الثقافه الغذائيه اللي هي المناسبه انك انت تكوني فاهمه اصلا شغاله في ايه. انا عايز اقول لك ان في حاجات كتير قوي انا خدتها عن الاكل وثقافه الاكل من البرنامج هنا من كميه الدكاتره والاخصائيين اللي بيجوا. تمام. بيقعدوا طول الوقت انا وانا كمان فضوليه فاقعد اسال طب ده ازاي عندك طب ده ايه طب انا عايز اكل اكل مش هيلسي واخليه هيلسي. تمام. انا غاويه الحته دي جدا. بالظبط كده. ما دي حضرتك دي ثقافه غذائيه يعني حضرتك مع على حسب ثقافتك الغذائيه. انت عارفه مثلا انا طبق مثلا رز ده مثلا وليكن الرز ده سعرات الحراريه عاليه. انا مش هاكل رز واحاول اعتمد على البروتين والبروتين الاحمر بس. طيب خلينا يعني نحط الشيش سريعا كده في الطبق عشان احنا لازم نختم حالا. هو كده ما شاء الله برضو دخل عليه. وعلى فكره انا ما بحبوش يعني طبعا لو في حد من الساده المشاهدين يحب يسويه اكتر من كده يبقى طبعا يعني زي ما حضراتكم تحبوا. بس انا شخصيا بحب ده علشان الحرقه دي بتضايقني في الهضم. حرقه الاكل دي بتضايقني في الهضم. تمام.
زي ما حضرتك شايفه كده. الله عليك يا شيف، شرفتنا ونورتنا يا شيف بجد، وان شاء الله باذن الله لينا قعده ثانيه كده في موضوع الصوصات واكل الاطفال ده. تحت امرك، نورتنا وشرفتنا. لحد هنا بتخلص فقره من اقرب الفقرات لقلبي، فقره الاكل، بس احنا لسه فقراتنا مكمله، ولسه معانا اخصائيين تغذيه، ولسه في الحلقات اللي بعد كده هنجيب دكاتره. من فضلكم اوعوا تروحوا في اي حته.